احنا بصدد ورشة عمل بعنوان او حول التغيرات المناخية واثرها في قطاعي الزراعة والمياه في المنطقة العربية. بيشارك معنا النهاردة حوالي اعضاء من 13 دولة عربية شقيقة في مركز بحوث صحراء بتنظيم من المركز العربي لدراسات الاراضي الجافة والمناطق القاحلة اكساد، وكمان مركز بحوث الصحراء. وطبعا كان تشريف مع الوزير الاستاذ سيد القصير معانا اليوم في افتتاح الورشة، وان ده يعني ضمن التحديات العالمية على مستوى العالم وليها اهداف أممية الاستراتيجيز او الآلية العالمية وضعتها، واصبح هناك التزام على كل الدول في 197 دولة على مستوى العالم بالتزام باتفاقات الدولية مكافحة التصحر، التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي. ما يتعلق بورشة اليوم موضوع في غاية الأهمية في العالم كله. العالم يشهد تغيرات مناخية في مختلف، والمنطقة العربية بالذات فيها تغيرات مناخية مهمة جدا، في تغيرات بدرجات الحرارة، في تغيرات بموضوع الموارد المائية. الورشة دي بتتناول تأثير التغيرات المناخية على موضوعين، على موضوع الزراعة وعلى موضوع الموارد المائية في المنطقة العربية. ورشة عمل بينظمها أكساد مع مركز بحوث الصحراء عن التغيرات المناخية وإزاي نقدر نتكيف مع هذه التغيرات. يعني زي حضرتك عارف خلال 50 سنة اللي فاتت حصل ارتفاع في درجة الحرارة يزيد عن حوالي 1.25 درجة، حصل انخفاض في معدل سقوط مطر في المناطق اللي فيها أمطار والعكس في بعض المناطق بقينا نلاقي. فكل دي ظواهر بتدينا مؤشر إن إزاي نتعامل بقى مع الكلام ده. بنتعامل من خلال برامج بحثية ومشروعات تطبيقية اللي بيها نحاول نكافح السلبيات الخاصة بهذه الظاهرة.